مرحبا بكم. المشهد الليلة يبحث في خطة نتنياهو لإنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار، خطوة قد تبدو غريبة لكن ما يدور خلفها هو مصالح مشتركة أو خوف من الأسوأ وهو الفلتان الأمني. نتنياهو يرى أن السلطة حاجة لإسرائيل وبفقدانها سيستغل كثيرون فراغا كبيرا في رام الله، وهو رأي لا يبدو أن أعضاء الحكومة الإسرائيلية مجمعون عليه. فهل تنجح تحركات نتنياهو بحل أزمات السلطة الاقتصادية؟ وما رأي الفلسطينيين بذلك؟ إذن مشاهدينا، في خطوة غريبة تريد إسرائيل إنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار وسط أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها، لكن لماذا تريد إسرائيل ذلك؟ مراقبون قالوا إن انهيار السلطة يعني فقدان سيطرتها أمنياً على الضفة الغربية، ما يفتح المجال أمام ظهور فصائل مسلحة. هذا أمر يقلق إسرائيل ويفتح الباب أمام دوامة عنف قد تكون أشد مقارنة مع سابقتها. لذلك ترى حكومة نتنياهو أن بقاء السلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني معها يصب في مصلحتها رغم تراجع سيطرة السلطة أمنياً خلال العامين الماضيين بحسب مراقبين. لهذا تبحث الحكومة الإسرائيلية منح تسهيلات وامتيازات اقتصادية للسلطة الفلسطينية حسب ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية. من هذه الامتيازات بحسب مصادر إسرائيلية إقامة منطقة صناعية حرة غرب الجليل، إلى جانب دعم السلطة بمشاريع استثمارية كتطوير حقل مارين للغاز قبالة شواطئ غزة، وكذلك زيادة ساعات عمل معبر الكرامة وإعادة تصاريح كبار الشخصيات بعدما سحبت في يناير الماضي. على الرغم من هذه المزايا المالية، إلا أن مراقبين يرون أن السلطة فقدت سيطرتها في الضفة بسبب الواقع السياسي الذي تفرضه إسرائيل وغياب التنسيق الفعلي سياسياً وأمنياً. لذلك يجب على إسرائيل تغيير طريقة تعاملها مع السلطة إذا أرادت لها البقاء على قيد الحياة. هذا وقرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر العمل على منع أي انهيار للسلطة الفلسطينية. ووفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، قال نتنياهو إن رئيس الوزراء ووزير الدفاع سيقدمان للمجلس خطوات لتحقيق الاستقرار في الوضع المدني في الساحة الفلسطينية دون ذكر مزيد من التفاصيل. في السياق أيضا أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حل الدولتين هو الطريق الصحيح لوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. واعتبر بايدن في مقابلة تلفزيونية عقب وصوله إلى لندن أن حكومة نتنياهو هي الأكثر تطرفا في إسرائيل منذ جولدا مائير، منتقدا بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية الحالية لآرائهم بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأكد بايدن أن المتطرفين في الحكومة الحالية جزء من المشكلة، خاصة الذين يؤيدون الاستيطان في أي مكان يريدوه. من رام الله ينضم إلينا دكتور أشرف العجرمي الوزير الفلسطيني السابق، من القدس معنا دكتور شيمون شتريت الوزير الإسرائيلي السابق. أبدأ معك دكتور أشرف، مرحبا بك معنا. يعني الكابينت سيناقش مجموعة التسهيلات كما يقولون، البعض يقولون هذه حقوق، يعني حقوق فلسطينية، سواء الأموال المصادرة، استخراج الغاز من غزة، المعابر، وحتى المنطقة الصناعية التي يعني من 2007 يجب أن تنفذ. يعني هذا صحيح في الواقع، أن التي يتحدثون عنها كامتيازات للسلطة الفلسطينية هي حقوق كان يجب أن تدفع أو يتم العمل بها منذ فترة طويلة، سواء الأموال التي يتم اقتطاعها ظلما من أموال المقاصة والعقوبات الإسرائيلية المختلفة، والمنطقة الصناعية التي يتحدثون عنها هي أقرت عام 2007، كان هناك موافقة فلسطينية إسرائيلية تركية لإقامة هذه المنطقة في تركوميا ولكن لم تقام، بالإضافة طبعا إلى قضية المعابر وما شابه، كلها قضايا تتعلق بتسهيلات
يعني مينيموم أو حد أدنى للفلسطينيين كان يجب أن يتم العمل بها. أنا لا أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية ستذهب لتنفيذ ما تقول أنه تسهيلات، ولكن هناك في الواقع ضغط من الجهات الأمنية الإسرائيلية، لأن هناك خشية من انهيار السلطة الفلسطينية، وهناك ضغط كبير من الإدارة الأمريكية في الواقع، وهذا الضغط هو السبب الذي دفع الحكومة لاتخاذ هذا القرار، والحكومة أقرت القيام بخطوات ولم تعلن عن هذه الخطوات التي سيتم يعني تنفيذها، وبانتظار أن تقدم خطوات تفصيلية سواء من رئيس الحكومة أو من الجيش الإسرائيلي. في كل الأحوال ما تقوم به الحكومة وإن طبقت كل ذلك فهذا ليس كافيا، بمعنى أن الأمور لن تستقر لا أمنيا ولا على أي مستوى دون أن يكون هناك يعني أفق سياسي، دون أن يشعر الفلسطينيون بأن هناك عملية سياسية قائمة يمكن أن تفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة في نهاية المطاف. الموضوع ليس مال، بالرغم من أهمية المال وبالرغم من الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة، ولكن هناك حقوق وهناك قضايا سياسية كبرى. الإسرائيليون يمارسون سياسة تقضي على حل الدولتين، ويعلنون صراحة أنهم لا يقبلون أي حق غير حق اليهود الحصري في فلسطين التاريخية، بمعنى لا يقرون بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير وإقامة دولته المستقلة، وأيضا يواصلون السياسة الاستيطانية التي تهدف إلى ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وبسط السيطرة الإسرائيلية التامة والنهائية على كل الأراضي المحتلة وخاصة الضفة الغربية. في ظل هذا الوضع السياسي لا يمكن أن نتحدث عن استقرار حتى لو قامت إسرائيل ببعض التحسينات طيب، وإعادة هذا بعض إن قامت بها، الأماكن. هذا إن قامت بها دكتور، إذا أشرف، دكتور شيمون، ما رأيك بما قاله الدكتور أشرف؟ هل فعلا فشلت العملية في جنين؟ وذلك نتيجة لغياب التنسيق من قبل السلطة الفلسطينية، وهذا ما تريد إرجاعه إسرائيل. بدل ما نحلل ما صار في الماضي، مهم أن نكون ونتمركز على القرار الذي اتخذ اليوم لجنة الوزراء للشؤون الأمنية بأكثرية ساحقة بتأييد الأكثرية، ما عدا وزيرين، وزير سموتريتش وبن غفير، ولكن كل جميع الوزراء أيدوا السياسة، يعني تطبيق سياسة لمنع انهيار السلطة الفلسطينية كما ذكرت، يعني عدة مشاريع اقتصادية، وطبعا هذا على أساس المصلحة المشتركة للسلطة ولدولة إسرائيل، وبتأثير و يمكن تأييد أمريكي الذي يطالب تحسين الوضع، وفي هناك مصالح مشتركة من الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، وأنا أوافق على أهمية المسير السياسي بالإضافة إلى مشاريع اقتصادية، وهذا مهم جدا أن نخلق أفق سلمية للمستقبل التي يكون على أساس دولتين. أنا أوافق على ذلك. لكن هل توافق الحكومة الإسرائيلية على ذلك؟ يعني نحن نعلم بأن الحكومة الأمريكية، حتى يعني لويد أوستن تحدث أن يجب أن يكون محاربة الإرهاب متوازية مع مشاريع تمنع انهيار السلطة الفلسطينية، هذا مطلب أمريكي، هذا ضغط أمريكي. ربما الحكومة الإسرائيلية ليست موافقة، وربما ستخرج علينا غدا وتقول يعني كفوا عن ملاحقتنا في الجنائية الدولية حتى نشرع في هذه المشاريع المؤجلة أصلا. الحكومة الإسرائيلية في الوقت الراهن
لم تصرح ما هي السياسة بالنسبة لدولتين، وداخل الحكومة في هناك تصريحات التي أدلى بها سيد نتنياهو، هذه تصريحات تؤيد دولتين، ولكن في هناك وزراء من التكتل، وطبعا وزراء من المتطرفين يعارضون هذه السياسة، ولكن هذا شيء مفتوح. وحتى في خطة ترامب كان هناك مطروح أن تؤسس دولة فلسطينية، ولذلك هذا الموضوع مطروح على الطاولة، وهو يناقش في الموعد الملائم متى يعني تتجدد المفاوضات في هذا الموضوع. ولكن الآن مهم أن هذه الخطوة والخطة هي خطوة إيجابية بالنسبة للصورة الكاملة للموضوع. يعني في هناك السياسي، التنسيق الأمني، ولكن في هناك حياة يومية التي تطالب لتحسينات وتسهيلات للمواطنين والسكان، ولذلك هذه هي المشاريع كلها مهمة جدا بالنسبة للحياة اليومية، ولها طبعا أثور إيجابي للمواضيع الأخرى. طيب دكتور أشرف، هل ستنفذ إسرائيل الوعود؟ يعني هذه مشاريع كانت مؤجلة، هي ليست مشاريع تنموية على كل الأحوال، يعني الرواتب التي ستدفع ليست مشاريع تنموية كما يقول دكتور شيمون، هذه ليست مشاريع متقدمة، هذه مشاريع مبدئية، يعني عجز مالي فادح لدى السلطة الفلسطينية نتيجة إغلاق الأموال المصادرة وإغلاق المعابر وغير ذلك، هذه أموال الفلسطينيين بالنتيجة. هل ستلتزم برأيك إسرائيل؟ في الواقع هذه ليست أول مرة تعلن فيها إسرائيل عن ما يقال أنه تسهيلات، ولكن في كل مرة لا تنفذ. يقومون ببعض الخطوات الجزئية ولا ينفذون الجزء الأهم والأكبر. باعتقادي أن هناك حاجة لسيطرة فلسطينية على مناطق جيم وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى، سواء مناطق صناعية أو مشروعات زراعية، وهذا الأمر لا تسمح مستشفيات، به يعني الحكومة. مستشفيات، الحاجة كبيرة إلى مستشفيات. طبعا المستشفيات وكل شيء، نحن بحاجة إلى كل شيء، لكل أنواع المرافق، ولكن أتحدث عن الاقتصاد بشكل خاص، بمعنى أنه من أجل أن يتحسن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة لمشاريع تنموية كبيرة، مناطق صناعية، مشروعات زراعية ضخمة، وكلها فقط تقام في مناطق جيم. ومناطق جيم إسرائيل تهدم أي شيء يقيمه الفلسطينيين هناك، حتى لو كان تمويلا أوروبيا كما حصل في عدة مرات. كل المنشآت التي تنشأ في مناطق جيم تهدمها إسرائيل، لأن إسرائيل تريد الإبقاء السيطرة الحصرية على مناطق جيم تمهيدا لضمها، والآن تقوم بسياسة استيطانية مكثفة لمزيد من السيطرة على مناطق جيم ولتهجير السكان ضد في هذه المناطق. ونرى كيف يقوم المستوطنون بأعمال همجية عدوانية إرهابية ضد الفلسطينيين من أجل يعني تنفيذ سياسة تطهير عرقي ضدهم للسيطرة الكاملة على مناطق جيم. وبالتالي أرى تناقضا كبيرا بين ما يقوله نتنياهو بكلمات عدم منع انهيار السلطة وما تقوم به إسرائيل على الأرض من سياسة، وهو يؤدي ليس فقط لانهيار السلطة وإنما لانهيار الوضع بأكمله والعودة إلى مربع الصفر والدخول في حالة من الفوضى. هذا ما تقود إسرائيل نحوه، وأنا يعني لا أتفق مع السيد مئير بأن نتنياهو يؤيد حل الدولتين. هو قبل أيام صرح بأنه يجب اجتثاث تطلع الشعب الفلسطيني لدولة، وقال طوال الوقت بأن ما يقترحه هو أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي. ونتنياهو يقول صراحة أن أي تسوية يجب أن تضمن بقاء القدس موحدة عاصمة لإسرائيل
عدم الانسحاب من أجزاء واسعة من الضفة الغربية نعم بحجة الأمن وغير ذلك، عدم إخلاء مستوطنات، عدم الانسحاب من غور الأردن، كل عدم شيء مشروع التوصل إلى على أي كل حل الأحوال. أو تسوية في موضوع اللاجئين. على نعم، كل حال هذا ابقيا الموقف معي السياسي الإسرائيلي. ضيفاي الكريمان، ابقيا معي لو سمحتما. مشاهدينا، خطة إنقاذ السلطة من الانهيار تواجه رفضا من وزراء إسرائيليين أبرزهم وزير المالية الإسرائيلي بتسل إيل سموتريتش، الذي قال إنه لن يوافق على تحويل أي أموال للسلطة الفلسطينية. وزير الأمن القومي إتمار بنغفير كذلك عبر في تغريدة له على تويتر بأنه سيعارض ما وصفه بالقرار المخزي. حتى وزير التراث الإسرائيلي عميحاي أليهاو المنضوي تحت تيار بنغفير أراد عبر حوار له مع إذاعة الجيش بأن تنهار السلطة الفلسطينية، داعيا لأن تكون المسؤولية الأمنية بيد الإسرائيليين وحدهم. صحيفة هارتس الإسرائيلية كشفت أن وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلية وافقوا على مقترح نتنياهو الذي بحسبه ستعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية. لكن بحسب مقترح نتنياهو فإن إسرائيل ستطالب السلطة بعدم العمل ضدها في الساحة القانونية والسياسية الدولية والمجالس العالمية، وكذلك الامتناع عن التحريض ضد إسرائيل في شبكات التواصل والإعلام والتعليم، إلى جانب منعها من دفع التعويضات لعائلات منفذي العمليات والأسرى، وكذلك الامتناع عن البناء غير القانوني في المناطق جيم بحسب هارتس. دكتور شيمون، ما الضمان أن هذه التسهيلات ستقدم بالدرجة الأولى؟ وما الضمان أنه إذا تم التوقف عن ملاحقة إسرائيل دولياً في المحافل الدولية وفي الجنائية الدولية سوف تقوم إسرائيل بهذه المشاريع؟ الاشتراطات التي ذكرتها هي اشتراطات التي هي دائمة في مطالب إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية، وأهم تقرير وقرارات اليوم هي تتمركز على المشاريع التي هي من شأنها وأن تنوي لتسهيل الوضع الاقتصادي والأمني في السلطة. ولذلك لا أرى أن هذه الشروطات تعرقل تطبيق الخطة، لأنه في هناك مصالح مشتركة حسب التطورات الأخيرة التي تدعو إلى تطبيق خطط ما كانت قديمة أو أي جديدة، مثلا تطوير حقل الغاز هو موضوع جديد، وفي هناك يعني تسهيلات في المعابر للبضائع، معبر للبضائع في بين إسرائيل والأردن، والتي تفيد السلطة وسكانها. ولذلك أنا أرى أن في هناك أساس وأمل جيد لتطبيق هذه الخطة بالرغم من الشروط التي ذكرتها. يعني برأيك دكتور شيمون، هل إسرائيل اليوم تريد من السلطة الفلسطينية فقط التنسيق الأمني؟ في هذا الموضوع يعني التنسيق هو طلب التي هو طبيعي للطرفين للاستقرار الأمني. الاستقرار الأمني هو شيء يستفيد السلطة ويستفيد الجانب الإسرائيلي، ولذلك هذا التنسيق هو شيء مهم. طيب، هل ما يحدث اليوم لإنجاز الهدوء تسميه تسهيلات أم تسميه ضغط على الحكومة الإسرائيلية لإعادة التنسيق مع السلطة الفلسطينية؟ أنا أرى هذه الخطوات يعني أولويا هي تنوي
الاستقرار وتمكن السلطة الفلسطينية استمرار عملياتها الحكومية في الضفة. وبالإضافة إلى ذلك تسهيل وفتح وتشجيع استمرار التنسيق أو تجديد التنسيق في المجالات التي قطعت. طيب دكتور أشرف، العديد من الوزراء الإسرائيليين يدفعون أكثر باتجاه عدم التنسيق مع السلطة الفلسطينية، وبالتالي يعني هذه الوعود لا معنى لها. ماذا برأيك يعني سينجم عن هذه الوعود، وماذا سنشهد في الأيام اللاحقة؟ يعني إذا كانت هذه الشروط المطروحة صحيحة لن يكون هناك أي تنفيذ للقرارات الإسرائيلية، لأن هناك بعض القضايا لا تستطيع السلطة الفلسطينية تنفيذها، مثلا التوقف عن دفع رواتب لعائلات الأسرى والشهداء، هذا لا تستطيع السلطة الفلسطينية ولا أي فلسطيني على الإطلاق أن ينفذه. وبالتالي أما بالنسبة للتحريض، فالتحريض في إسرائيل يأتي على مستوى رسمي، على الأقل نحن على المستوى الرسمي لا نحرض، هناك تحريض بدون شك في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن التحريض الإسرائيلي هو أخطر بكثير من أي تحريض فلسطيني، لأن التحريض الفلسطيني تحريض شعبي قلنا أو رأي عام، ولكن في إسرائيل هناك تحريض لكن دكتور خطير أشرف، على نعم مستوى الرسمي من مفهوم، الوزراء في الحكومة. لكن دكتور أشرف الآن يتحدثون عن هذه الوعود وهذه الخطة، في حال لم تنفذ ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ يعني السلطة الفلسطينية قد تنهار والفوضى ستكون سيدة الموقف في المناطق الفلسطينية. في الواقع إسرائيل أكثر المتضررين من انهيار السلطة الفلسطينية وسيادة الفوضى في المناطق الفلسطينية. ربما تكون أطراف فلسطينية معنية بهذا السيناريو، وربما يكون هذا السيناريو بطريقة أو بأخرى يعيد يعني طرح القضية الفلسطينية على أجندة البحث الدولي، ولكن في نهاية المطاف الفوضى سيدفع ثمنها الطرفان، الفلسطيني سيدفع ضحايا كثيرة، وإسرائيل تمارس أشكال القمع غير مسبوق ضد الفلسطينيين، إرهاب على مستوى الحكومة والجيش والمستوطنين وكل الجهات المسلحة في إسرائيل، وأيضا ستدفع إسرائيل ثمنا لأن هناك لكل فعل رد فعل، وبالتالي ستكون هناك عمليات كبيرة ضد الإسرائيليين في حال يعني استشراء الفوضى، وبالتالي الطرفان سيدفعان يعني ثمنا باهظا لهذه الفوضى. ولا أعتقد أن إسرائيل يعني تفعل جيدا لنفسها إذا هي أدت إلى انهيار السلطة. يجب أن يفكر الإسرائيليون ليس فقط بتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، ولكن في حل دائم وإنهاء هذا الاحتلال وهذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، لأن استمرار الاحتلال حتى لو تم الوصول إلى مرحلة من الهدوء سينفجر في نهاية المطاف الوضع، وسنعود إلى مربع الصفر في كل مرة، كل شكرا. عدة سنوات نشهد انتفاضة وانفجار. نعم، شكرا جزيلا من رام الله دكتور أشرف العجرمي، الوزير الفلسطيني السابق من القدس. كان معنا دكتور شيمون شتريت، الوزير الإسرائيلي السابق.